فبعد تتبع وترصد تحركات أفراد الشبكة، أفضت التحريات للإطاحة بهم الواحدة تلو الآخر، والمقدر عددهم 13 فردا من بينهم امرأة، مع حجز 4.1 كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 20 مليون سنتيم، وكذا مجموعة من الهواتف النقالة وسبعة مركبات كان يستعملها المشتبه فيهم لنقل وتوزيع تلك السموم.